سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقيا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما مسلم ثار وصار انذار من طبل الكوفة من طبل الكوفة شان يبس ريجه قالها أمة الله وهي كلمة يعني بها أدب عالي أمة الله هل من شرب من ماء شربت ماء أريد راحت المرأة العرب تسقي الماء بدون سؤال بدون ثمن تبطي الماء العرب هاي عادتهم وضيافة وشيء طبيعي جابت للماء شرب مسلم بن عقيل رجعت الإناء رجعت وقفت بالباب لقيته واقف قالت له شربت قال نعم قالت إذا انصرف سكت ما تكلم عادت عليه مرة أخرى قالت لن صرف بس هنا تباوع له تشوف هذا الإقبالها منه فباوعت له مثل ما يقول القرآن سيماهم في وجوههم عرفت عليه علامات وقار خير وجهه وشكله ووضعه مرتب باوعت له قالت خلنا نحكي وياه بلغة تناسب شكله ووضعه وهيبته قالت له لا يحل لك الجلوس على باب داري ما اسمح لك شرعا ما اسمح لك اذا راح يبين ابو دين لو لا عد دين لو لا فقالها امة الله قالت نعم قالها اما من عمل اجازيك به يوم القيامة هذا يا اهل يحكي بهالشكل هذا من الواثق والضامن انا وياك ذنوب عدنا تقصير عدنا خايفين من الموت وخايفين من القبر وخايفين هذا يحكي بوثاقة يحكي بإيمان عالي فالتفتت طوعة صاحبة الدين صاحبة إيمان قالت له من أنت اللي تحكي بهالشكل قالها أمة الله أنا مسلم بن عقيل غدر بي القوم تقل له غريب مبين ولا عدها ضمبك غريب مبين ولا عد هضم بيك دقل منين انت وين هالي دقل منين انت وين هالي ترى حالتك تصعب علي اسمع جواب مسلم وين هم أهل الحوائج أهل الذرية يقلها يا وقفتي صعبة على الباب اي والله وقفتي صعبة على الباب لا معوز اجيت ولا نطلب لا معوز اجيت ولا نطلب بني هاشم عمامي وفخر الأنساب اي والله وعم المرتضى حامل حمية فتقل اعذرني يا مسلم ما عرفتك ما عرفتك لو اني اعرفك ما ظهدتك
قال شلون اعتذر انا من الزكية؟ ايش اقول لفاطمة الزهراء؟ عذرا. تفضل يا مسلم والدار دارك. اي والله دارك دارك خطار مسلم يا ضيف المبارك. اذا عندك ولنا المسلم حتى اخذك للباقي. اي والله خطار مسلم يا ضيف المبارك. اجركم الله فتحت بابها دخل مسلم الى دارها عرضت عليه الطعام لم ياكل تلك الليله انما شرب قليلا من الماء وأخذ يتهجد بالعبادة يصلي ويقرأ القرآن حتى دنا منه الفجر ولما لاح ضوء الفجر وصلى سمع أصوات حوافر الخيل فجاءته طاعة بهذا الكلام يا مسلم قد جاءك القوم تقل لفاياك لفاك القوم يا حيد والله يا حيد يا حيد انا ريدك مراجل عمك تعيد هواي حلوة منكم الون ابويا اهل السمامة الضيوف والله ريد انا مراجل عمك تعيد اي والله يخشع لها القلب يقشعر لها البدن اقلها يا طاعة يا طاعة تشجعيني والله تشجعيني وبعم حيدر تذكريني والله ما دام صمصام بيميني انا كف كل جمع اللي يجيني يا الله يا الله ما دام صمصام أجركم الله خرج إليهم مسلم قاتلهم قتال الأبطال أخذ يفني بهم الرجال بعد الرجال وكان من قوته وصلابته أن يأخذ الرجل فيرمي به فوق سطح الدار ثم أخذ ابن الأشعث يطلب من ابن زياد المدد مرة ومرتين وثلاث فتعجب ابن زياد وقال يا ابن الأشعث أيقتل منكم رجل وأحد هذه المقتلة قال يا أمير أتحسب أنك أرسلتني إلى بقال من بقائقي للكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة إنما أرسلتني إلى بطل همام هذا مسلم بن عقيل هذا عمه علي بن أبي طالب وأخذ مسلم يقاتلهم وهو يردد أقسمت أن لا أقتل إلا حرا وإن وجدت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى أجركم الله ما استطاعوا له إلا أن قاموا بحيلة أولا صعدوا على سطح الدار وأخذوا يرمونه بالحجارة وقصب النار أي والله شجاها شجاها الناس فوق السطح تركب تركاب يا وسف على مسلم نار تنذهب ساعدني بالونة أرجوك يا وسف على مسلم نار تنذهب أجركم الله ثم حفروا له حفيرة ونادوا عليه يا ابن عقيل لا تقتل نفسك وإنما لك الأمان أجركم الله غدروا بمسلم وحفروا له حفيرة ثم أخذوا السيف من يده بعد أن ضعف عن القتال وكثرت فيه الجراحات والسهام والنبال
قيدوه وأخذوه إلى قصر الإمارة. بينما هو كذلك عند باب القصر رأى قربة من الماء فقال اسقوني فأنا عطشان. أضعوا له الماء في الإناء أراد أن يشرب، سقط دم من فمه في الإناء فلم يشرب. لما أعطوه مرة أخرى أراد أن يشرب فسقطت شفتاه في الإناء. أين المنادي وغريبا ومسلما وعطشانا؟ أجركم الله. ثم أخذوه إلى عبيد الله بن زياد عليه اللعنة. جرى بينه وبين مسلم سجال وجدال، ثم أمر به أن يصعد به على سطح قصر الإمارة. نظروا إلى مسلم وإذا دموع على خده، فقيل له يا مسلم من يفعل هذا الفعل ويقوم بهذا العمل وهذه الثورة لا يبكي، فلما البكاء؟ قال والله ما أبكي على نفسي ولكن أبكي على الحسين. ماذا ستفعلون بالحسين؟ ماذا ستقومون معه إذا كنتم فعلتم ذلك معي؟ ثم صلى ركعتين، وبعد ذلك توجه نحو المدينة وسلم على الحسين السلام عليه. يا أبا عبد الله، يقولون أرباب المقاتل، وقف الحسين في تلك الساعة واتجه نحو الكوفة وقال وعليك السلام يا مسلم. أجركم الله. أين المنادي ومسلما؟ أين المنادي وغريبا؟ ثم رموه من على قصر الإمارة واحتزوا رأسه فقتل غريبا صابرا محتسبا. ثم جاء الرسول وأخبر الحسين بأحوال الكوفة وقال للحسين ما خرجت من الكوفة إلا وجثة مسلم وهاني تجران بالحبال في الطرقات. هنا الحسين قال ائتوني بحميدة، فجاءوا بابنة مسلم وضعها في حجره، أخذ يمسح على رأسها، التفتت إلى خالها الحسين وإذا بدموع على خده. تقول له قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بجفك علي. أجركم الله. سمعت زينب بمقتل مسلم فاسترجعت. اي والله مصيبة صدع الأجبال، اي والله الجبال الأجبال، ومن قبل المشي بتشيب الأطفال. والله يا نايا يا نواس أم شفت ميت يجرون بالحبا. أجركم الله. نقرأ لمسلم هذه المصيبة وحوائجنا عند سفير الحسين. أقول له سيدي يا مسلم خرجت من الدنيا وما تدري بأحوال عائلتك وأسرتك، لك طفلين يا مسلم تمكن منهما ابن زياد، بعد ذلك وجدوهما في بيت الحارث الهمداني، أخذهما الحارث الهمداني يضربهما بالصوت ويجرهما بالحبل. قالوا له يا حارث ارحمنا لصغر سننا. قال لا رحمة لكما عندي. قال يا حارث ارحمنا لقرابتنا من رسول الله. ف
فشتم رسول الله ثم قال: يا حارث، الضيف يكرم فارحمنا لضيافتنا. قال: لا ضيافة لكما. يقول له: يا الظالم، ما دريت شلون جينا، شلون جينا لما انطلعنا من المدينة. أمي خلت يمين بيمينه لابراهيم قالت لتعينه، ولك أمانة والأمانة شقد ثمينة، ولك يا ظالم خلينا نرد لمن الحزينة، نضمن لك شفاعة من نبينا. ما جعل الرحمة في قلبه، ثم التفت إليهما قال: أيهما أقتل أولا؟ فقال الأكبر: اقتلني قبل أخي، لأن أخي صغير لا يتحمل حرارة السيف. فقال الأصغر: لا لا يا شيخ، اقتلني قبل أخي، فإني لا طاقة لي أن أرى أخي قتيلا. فتحير بينهما وضرب أحدهما بالسيف: أيوا ولدا ومسلما. فقال له الآخر: امهني حتى أخضب يدي بدماء أخي، وأقف كما يقف الأخ عند مصرع أخي. فما أمهل حتى ضربه بالسيف: أيوا ولدا. ويا أهل السماوة، دقيقتين من عندكم، دقيقتين على هل